أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر من كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة منى وبالتحديد من مدينة نجع حماد، حيث نرصد لحضراتكم طبعا مظاهر 75 هنا في مدينة نجع حمادي، والتي تتزين بها المدينة وأصواتها، والتي تباع قبل حلول شهر رمضان المبارك مع إقبال المواطنين على شرائها احتفالا بالشهر الكريم. تعالوا بنا أعزائي المتابعين نتعرف على أنواع الفوانيس وأشكالها وأسعارها هنا في مدينة نجع حمادي شمال محافظة منى. السلام عليكم. السلام. تعرف كيف؟ أستاذ عثمان حازم عبد العظيم. كل سنة وأنت طيب أستاذ عثمان. طيب وكل سنة وأنتم طيبين جميعا. طبعا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، طبعا الأسواق هنا بتبقى مليانة بالفوانيس وزينة رمضان بأشكالها المختلفة، فعايزين نتعرف على الفوانيس الموجودة عندك وأسعارها إيه وأشكالها إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا هنا عاملين مبادرة، إحنا هنا ضد الغلاء، إحنا هنا مبادرة الغلابة بس. احنا هنا مبادره غلابه بس. معاك فانوس كبير زي كده؟ ده صاج، ده صاج نحاس، ده فانوس صاج نحاس كده، صاج نحاس. ايوه نحاس، نحاس اهو يعمل 350 جنيه بس بدل من 500 جنيه. 350 جنيه بس. ده طوله كام ده يطلع؟ ده طوله متر و50، متر و30 حاجه زي كده. متر و30. متر و30. في برضو الفوانيس اللي هي الصغيره تبدا من 5 جنيه لغاية 350 جنيه. فلوس اهو، فلوس ابو 5 جنيه. يبدأ معانا فلوس 5 جنيه. ده الفلوس ب 5 جنيه. 5 جنيه. يبدأ معانا من 5 جنيه الفلوس. في برضه اللي هي الفلوس اللي هي بتغني، جميع الفلوس بتغني وتنور عندنا. في حاجة زي كده بنعمل لها 50 جنيه. دي خشب دي؟ دي خشب. شال الورقة كده. ده دي اسعار مش هتلاقيها غير عندنا. ده 50 جنيه. ده 50 جنيه بس. ايه الاشكال الثانيه اللي موجوده؟ في حاجه زي كده برضو على شكل بيت بتغني وتنور برضو. ده كام ده؟ ده برضو 50. احنا هنا مبادره هنا. في برضو ده برضو ده 60 جنيه بس اهو. ده 60 جنيه. ده 60 جنيه بس. ودي خلي بالك صناعة نجع حمادي، دي صناعة مركز نجع حمادي. احنا نجحنا في صناعة الفوانيس، كنا بنستوردها من بره الأول. السنة دي والسنة اللي فاتت احنا نجحنا في صناعة الفوانيس. دلوقتي في صناعة مركز نجع حمادي محافظة جنة. سواء الخشب أو الصاج أو كله. خشب أو الصاج، كل الفوانيس، كل أنواع الفوانيس. في حاجة برضه زي كده هنا. جامد فلوس. دي كبيرة، شوف اللي عايزه يخلي. عبد الله يا عم حسن، شوف الراجل ده خشب بس كبير شويه. ده خشب بس كبير. ده الوسط، ده الوسط في منه كبير شويه. ده كام ده؟ ده عامل 90 جنيه بس. 90 جنيه مبادره. 90 جنيه بس. ده بره عامل 150 و110. هنا ب 90 جنيه. هنا ب 90 جنيه بس. في برضه الاكبر منه شويه اهو. اهو برضه الاكبر منه اهو. ده دعمل 100 جنيه بس. ده 100 جنيه. 100 جنيه بس. الأكبر منه. احنا هنا مبادرة ضد الغلاء. خلي الناس تعيد رمضان كريم على كل الناس. احنا هنا مبادرة. في حاجة برضه. نكمل هنا؟ في حاجة زي كده برضه بكام؟ 85. في حاجة زي كده 85 جنيه بس. ده 85 جنيه. وفي الأشكال اللي هي أشكال حلوة شوية هنا. والشكل ده جميل. ده شكله خرافي. ده كام ده؟ ده 75 بس. قلت لك عليه 75. شكله خرافي. ده مش هتلاقي عند اي حد بره غير عندنا احنا هنا. الناس كلها مبادره. جرير الاهلي مصر كلها مبادره. اهي اهي اهو اهو. في حاجه برضه شاب صغيره كام ده؟ ده عامل 70 جنيه بس. ده 70 جنيه بس. في كهرباء؟ في كهرباء. ما عايزاها كده ماشي، عايزاها اركب لك كهرباء ماشي، عايزاها يغني ماشي. في حاجه اصغر منه ال 50 جنيه بس. ايه برضه 50 جنيه؟ ايه اهي. ده الصغير وده الكبير كله سطح حاجه. طبعا في حاجه برضه ده لون ذهبي اللي شفناه دلوقتي. ده خشب بس ذهبي. ذهبي. ده كام ده؟ خرافي.
في حاجه برضو شق وسط زي كده تعمل كاب على 200 جنيه بس، ده بره ب 260 جنيه. هنا ب 200 جنيه بس. هنا ب 200 جنيه بس. ده بره ب 260، هنا ب 200 جنيه بس. نشوف طب الزينه العقود، العقود النور وزي كده. اه. في حاجه برضو عشان الغلابه والغش. في حاجات ب 10 جنيه بس يعني. بتنور. ايه فوانيس ب 10 جنيه. فوانيس ب 10 جنيه. بتنور. دي ب 10 جنيه بس. ب 10 جنيه بس. في عقود النور برضو هنا عندنا برضو. في عقود النور برضو هنا عندنا. ده لمبه ليد بتاعها. اه. امسكه كده بيدك. ده ما يسخنش ابدا ده. ده شغال من الساعه 6 الصبح. ده لمبه ليد. يا ربنا ده لمبه ليد. ده ما يسخنش ابدا. ده 8 متر. 8 متر. اه عامل 45 جنيه بس. 45 جنيه. ده لمبه ليد. ده بره عامل 65 جنيه. تمام؟ لمبه ليد ما يسخنش ابدا. اهو برضه. دي كرتونة الكرتونة الأصلية اهي طبعة المصنع. برضه في برضه لمبة ليد تاني اهو جميع الأشكال اهو. جميع الأشكال قلوب ودواير وشمع وكل اللي هو عايزه على حسب رغبة الزبون. دي فوانيس تانية أشكال تانية. دي فوانيس تانية دي في حاجة صغيرة زي كده. ده كام ده؟ ده 35 بس. 35 ده بره 45. والبلاستيك اللي هناك ده؟ البلاستيك ده يعمل 60 جنيه بس. 60 جنيه. غني وينور بس هو ما فيهوش حجارة دلوقتي. دي باقي العبود دي؟ دي العبود. دي العبود النور اهي ده. زي ما شايفين حضراتكم هنا دي عبود الإضاءة وعبود النور طبعا المشاهدة ما في زينة رمضان بالإضافة للكواليس اللي شايفينها حضراتكم معانا في البث المباشر. احنا هنا برضو عاملين برضو حساب الغلابه مثلا مش قادرين يشتروا كويس ب 35 و 40 والكلام ده جايبين لهم حاجه ب 25 جنيه 5 جنيه اهو عقود نور ب 25 جنيه. الناس اللي هي مش قادره يعني تشتري خالص عقود نور والكلام ده واللي معاه ياخد واللي معهوش برضو ياخد اللي معاه ياخد واللي معهوش برضو ياخد كل سنة وانتم طيبين اللي معاه ياخد واللي معهوش برضو ياخد. شكرا اعزائي. الاسود ده في حاجه زي كده اهو ده خميس رمضان كبير عم فؤاد. عم فؤاد ده بينور ده بينور. اه بينور بس دلوقتي عشان النهار والكلام ده. ده عم كام؟ عم 100 جنيه ده. ده مره ب 170 جنيه مره ب 170 جنيه. في حاجه برضه زي كده اهي حساب رمضان برضو جايبين حلويات. اه دي جوازم رمضان البلح واليميش بتاع رمضان. اه البلح واليميش بتاع رمضان كامل الاسعار بتاعت البلح من ده فاخر ده الكيلو بتاعه ب 100 جنيه. في حاجه عندي تعمل 50 جنيه بس ده الكيلو بتاعه ب 100 جنيه ده الاصل ده زبيب الاصل ده زبيب الكيلو بكام؟ كيلو ب 100 جنيه. 100 جنيه ده الاصل اهو ده منظر ايه؟ منظر زي اصل خرافي اهو ده الاصل. برضه في برضه فول اهو فول كيلو الكيلو منه بكام؟ كيلو ب 80 جنيه بس. 80 جنيه وده جوز هند. جوز هند الاصل ده مش اللي هو الجيش والكلام ده ده الاصل اهو. والكيلو بكام برضه؟ كيلو ب 100 جنيه جوز هند الاصل اهو. بعد ده جوز هند. جوز هند الاصل اهو ده جوز هند. البلح اسعاره من كام لكام الكيلو؟ البلح في حاجه تبدا عندي من 30 جنيه بس البلح الاصلي يعني مش اللي هو الكلام مضروب الكلام ده. في حاجه هنا بلح ايه؟ البلح اللي هو البلح الدري ده اهو. ده يبدا الكيلو 45 جنيه. 45 جنيه. بلح العجوه برضو. بلح العجوه اهو. ده برضو 50 جنيه، ده اغلى من ده. 50 جنيه. في برضو اللي هي البلح اللي هو الماشي ده. كله سعر واحد. اه كامل كله سعر واحد 30 35 كله سعر واحد. اه طريقه الدين اهو اهي يا باشا. بلح ايه من جوه؟ بلح لكل مسوسه ولا فيها اي حاجه؟ قمر الدين والعصر. قمر الدين في حاجه نظيفه تعمل 55 جنيه. في حاجه نظيفه تعمل 55 جنيه.
هات يا ميري ام 25 حاجة نضيفة تعمل 55 جنيه اللي هو الأصل تمام. في حاجة اللي هي ايه الشعب دي الكلام ده دي ام 25 جنيه دي ام 55 أكبر وجودة أعلى دي جودة أعلى دي اللي هي الجودة العدل شوف الفرق فرق كبير. في حاجة اللي هي جميع أنواع العصائر صوبيا تمر هندي رولة تفاح كام دي تتباع بالعلبة الكيلو بالعلبة وبعشرة جنيه اللي معاه فلوس هياخد العود برضو ياخد ده الكيلو بتاعه عامل 50 جنيه بره ب 85 جنيه ده التمر ده. أعزائي المشاهدين مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان كنا معكم من خلال طبعا رصد لمظاهر الزينة وفوانيس رمضان هنا في أسواق محافظة هنا وبالتحديد في مدينة نجاح النادي. تعرفنا على أشكال الفوانيس طبعا وأنوانها وأحجامها وأسعارها سواء الصاج أو الخشب أو البلاستيك. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.